بعد الانتهاء من أعمال آثارية حول قاعة المدينة الحدباء، باشرت الشركة المنفذة لإعادة الإعمار المرحلة الأولى من إعادة الإعمار، وهي تثبيت الأساسات، حيث سيستمر هذا العمل في الانتهاء من وضع التقوية للأساسات اللازمة لإعادة الإعمار. كذلك تم البدء بإعادة إعمار كنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة، حيث أهيلت هذه الأعمال إلى شركات محلية وعالمية لإعادة إعمارها بنفس الطراز القديم وباستخدام نفس المواد التي كانت تستخدم في السابق قبل أن يتم تدميرها من قبل عصابات داعش الإرهابية. جميع هذه الأعمال تتم بالتنسيق والشراكة مع ديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي ومفتشية آثار وتراث نينوى والهيئة العامة للآثار، وبإشراف كامل من قبل منظمة اليونسكو العالمية، حيث هناك مهندسين وخبراء مشاركين في هذه الأعمال من داخل العراق ومن دول خارج العراق كذلك.